في الدقيقة السابعة من شوط المباراة الأول. في شوط أول مثير شاهد بطاقتين صفرتين وشاهد سيطرة فلسطينية في بداية اللقاء. سرعان ما تراجع المنتخب الفلسطيني وبدأ الهجوم الأردني في نصف ومنتصف شوط المباراة الأول. إذن هنا اللقاء، هنا اللقاء الذي يجمع الأشقاء بين المنتخب الأردني والمنتخب الفلسطيني في افتتاحية ملعب الشهيد فيصل الحسيني في العاصمة الأبدية لفلسطين، العاصمة الفلسطينية. ربما سبقوهم بمعسكر تدريبي لمدة أسبوعين. المحاولة تصل، خطأ من فهد عتال، لذلك الاستقرار حاضر من اللاعب روبرتو بشارة في الجهة اليسرى، وبالتالي إلى رمية جانبية يستفيد منها المنتخب الأردني، لاعب نادي فلسطيني كما ذكرت. المحاولة مرور سهل كان من لاعب المنتخب الأردني، ولكن إبعاد من عبد اللطيف البهداري تعود إلى عامر ذيب. عامر ذيب ومعالي كوارع، علي كوارع لاعب نادي اتحاد خينون السابقا المعار لنادي مركز الأمعري، تسديدة قوية وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الأردني مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من خطأ دفاعي في هذه اللحظات، والمنتخب الأردني يأتي بهدف التعادل في هذه اللحظات بتسديدة عن طريق اللاعب رقم 14 اللاعب اللي أمامنا رائد النواطير. رائد النواطير هو من سجل الهدف. سنشاهد في الإعادة الكرة الماضية، سنشاهد فعلا اللاعب رائد النواطير هو من سدد، لاعب كبير ولاعب شارك في بطولة غرب أسيا الأخيرة وكان ممتاز وأثبت وجوده في تشكيلة السيد فنجادة. إذن هدف مقابل هدف. تراجع آخر بطولة الدرع سس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هنا رأسية كانت ممتازة من اللاعب عبد اللطيف البهداري ولكن ضعيفة جدا. فلسطيني بثلاث مرات عام 79 82 86 عام 84 كان لمركز طول كرم. يا سلام، واحدة جميلة من بين أقدام خضر يوسف كوبري من اللاعب مصلحة ربما سيد فنجادة وتشكيلة المنتخب الأردني. إذا هنا توجيه من حارس مرمى المنتخب الفلسطيني الحارس محمد شبير. له الفضل، هناك أسماء كبيرة أيضا لها الفضل في تدريب هذا الحارس. هناك الكابتن علي بدران المتواجد مع المنتخب في هذه اللحظات. هنا الضربة الحرة مباشرة ولكن ردة الفعل الجميلة من الحارس الأنيق والكبير الذي كما يلقبونه هناك في فلسطين بإيكر كاسياس. هذا الحارس الصغير الذي يدرس في تخصص البكالوريوس لتربية الرياضية. المحاولة كانت ممتازة من بشار بني ياسين، اصطدمت في رأسية حسام وادي، وبالتالي هنا ردة الفعل الجميلة والتألق من الحارس الكبير محمد شبير. طبعا خسر النهائي مرتين. المنتخب الأردني يتشائم كثيرا في بطولة غرب آسيا، وصل نصف النهائي ثلاث مرات والبطولة ونهائي البطولة مرتين. هنا تسديدة كانت قوية، هنا تسديدة قوية من اللاعب فهد عتال. أيضا من دون أن ننسى المشاركة في المنتخب الأردني في كأس العرب ثمان مرات، الأولى عام 63، البطولات الأولى عام 53 وتحقيق المركز الثالث والخسارة من ليبيا في البطولة التي حصلت عليها مصر بالانتصار على سوريا 4-0. البطولة الأولى من الدورة العربية التي أقيمت في الإسكندرية. هنا التسديدة كانت منتخب انتصار في تلك التصفيات بهدف لفهد عتال. لاحظ معي مشاهدينا الكرام الجماهير الحاضرة من كل مكان، من كل مكان ومن كل أرجاء الضفة الغربية تشجع تؤازر تقول فلسطين فلسطين، وإنما هي في العيون في العيون. هكذا هي كرة القدم مشاهدينا الكرام، تجمعنا على المحبة تنهينا على المحبة. هنا تصل المحاولة مرة أخرى عند اللاعب لؤي عمران، يحاول فيها وتغطية ممتازة من خضر يوسف. الجماهير حاضرة بقوة تنتظر انتصار، تنتظر بسمة، تنتظر فريق خليل حلاوة، توفيق الهند، إبراهيم مدوخ، محمد مطر، حسن صندوق، والهدف يأتي الثاني والمنتخب الأردني، ولكن أوفسايد والتسلل. الأوفسايد والتسلل هنا حاضر لمصلحة المنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام.
ضربة حرة غير مباشرة تنفذ بسرعة. كمل الدوري في غزة، وهنا الهدف الذي ألغي من قبل حكم. سيدات، إذن سيداتي أنستي سادتي مشاهدين الكرام، مشاهدين عبر هذا الوطن العربي الحبيب والكبير، هكذا انتهى اللقاء ولم ينتهي كل شيء. لن نقول وداعا، بل إلى اللقاء لن نقول وداعا. هذه كرة القدم أحيانا تفرحك وأحيانا أخرى تجعلك حزين، ولكن كرة القدم في هذا المساء الجميل في 26 من أكتوبر لعام 2003 لعام 2008 عفوا أنصفت الجميع هنا في ملعب الفيصل.